نحن من ناشد جميع الفصائل، جميع الأخوة، جميع أولادنا أن يقفوا لأخوتهم صفاً صفاً، كل إنسان معتقل، مو بس ابننا علاء علاوي، كلهم أولادنا. الله يجزيكم كل خير يا أولادنا، يعني اسعوا بكل إنسان معتقل، انصفوا المظلومين. يعني أنتوا ما بتريدوا هالشي على نفسكم، الإنسان اللي بريد هو يختطف فبيريده للناس. الله يجزيكم كل خير، على وقت ساعدونا لكل الناس المختطفين.